مليون جنيه، بات مانشستر يونايتد قوة تجارية. في أواخر عام 2007 أعلن النادي عن أرباح بلغت 60 مليون جنيه، وهو ضعف العام السابق وستة أضعاف الرقم عام 2005. لكن هذا ليس كافيا لإرضاء طموحات مديري النادي الذين يسعون للوصول إلى ربح سنوي قدره 110 ملايين جنيه بحلول عام 2011. وبمساعدة نجم الوسط السابق ديفيد بيكهام انتشرت علامة مانشستر يونايتد في كل أرجاء آسيا، وأكدت الزيارات المستمرة إلى الشرق أن ارتباط المشجعين بالنادي ما يزال قويا. جئت من هونغ كونغ في رحلة الساعة الرابعة صباحا لأني أريد الحصول على مقعد جيد. اقتصاد آسيا المتنامي هو عامل أساسي في خطط مانشستر يونايتد للهيمنة العالمية، والتفوق الدائم هو أساس آخر للنجاح. فقد أحرز مانشستر لقب الدوري الإنجليزي 9 مرات في آخر 16 موسما، ولم ينزل أبدا عن المركز الثالث لينال حق المطالبة بلقب أنجح نادي في إنجلترا. تعود نجاحات الفريق في السنوات الأخيرة إلى جهود المدرب أليكس فيرغسون الذي تعاقد مع النادي في 6 نوفمبر من عام 86. فمنذ أن حل الفريق ثانيا في موسم 79-80 تدهورت أحواله بقيادة المدرب ديف سيكستون، فحل ثامنا في الموسم التالي قبل أن يتعرض للإقالة. مع تسلم المدرب رون أتكنسون دفة القيادة بدأت الأمور بالتحسن رغم هيمنة ليفربول على الدوري. وفي عامي 83 و 85 تمكن يونايتد من الفوز بكأس إنجلترا مرتين خلال 3 أعوام. وفي موسم 85-86 كان الشياطين الحمر مرشحين للقب الدوري بعد الفوز بأول 10 مباريات والتقدم بفارق 10 نقاط عن أقرب منافسيهم. وبعدما بات قريبا من الفوز بالدوري للمرة الأولى منذ الستينيات انهار الفريق وأنهى رابعا، وفشل لاعبوه في العودة لمستواهم. وعندما بات يونايتد مهددا بالهبوط في الموسم التالي أقال أتكنسون، واحتاج مدربا محنكا وخبيرا ليخرجه من محنته. فاز أليكس فيرغسون بكل الألقاب في اسكتلندا مع أبردين، ومنها كأس الكؤوس الأوروبية على حساب ريال مدريد. هو بدا الرجل المناسب لتولي الفريق، وبالفعل تحسن فريق فيرغسون قليلا في المواسم الثلاثة الأولى، حيث جاء في المركز 11 ثم الثاني ثم 11 مرة أخرى. لكن الإدارة قررت أن تصبر على المدرب الجديد. لم يكن تباين النتائج الشيء الوحيد في ذهن مديري النادي في الثمانينيات، فقد واجه يونايتد مشكلة أخرى لم يكن مصدرها الملاعب أو غرفة اجتماعات مجلس الإدارة، بل كانت المدرجات. انتشر شغب الملاعب في جميع أرجاء البلاد، وجماعات الشغب المنظمة مثل الجيش الأحمر لمانشستر يونايتد وميلوولز أوف تروب التي نشأت في السبعينيات أصبحت عصابات على نطاق واسع، وبات الأمر صعبا بالنسبة للشرطة للتغلب على العنف. Last Saturday, 3 days after the troubles, Arsenal actually lost a match because of them. Have United, though, and their supporters. The worst of the hooligans have become much more organised. أصبح المشاغبون منظمين في كل ما يفعلون، ويختارون الفرص والمواقع التي يصعب أن نتوقعها. حتى أن المشاكل أصبحت تتركز بعيداً عن مواقعها التقليدية، خاصة من داخل ملاعب كرة القدم إلى الأماكن الأخرى. في مارس من عام 85 تورطت عصابة ميل وولز في شغب على نطاق واسع في لوتون، عندما لعب ميل وول مع لوتون تاون في ربع نهائي كأس إنجلترا. وفي 11 من مايو عام 85 لقي فتى في 15 حتفة
عندما انهار حائط في ملعب سانت أندروز بعدما ثار المشجعون في لقاء برمنغهام سيتي وليدز يونايتد. بدأ المشجعون بالعراك عندما تقدم برمنغهام، وتدخلت شرطة مكافحة الشغب لإيقاف مشجعي ليدز من عبور السياج. وذكر شهود عيان أن عدد المشاغبين تجاوز 1000. وفي نفس الشهر لقي 39 إيطاليا حتفهم في نهائي دوري أبطال أوروبا بين ليفربول ويوفنتوس في استاد هيسل في بلجيكا. فقبل دقائق من البداية اجتاز مشجعو ليفربول ضباط الشرطة نحو مشجع يوفنتوس، وأدت الاندفاعات الكبيرة لمشجع ليفربول لانهيار السياج الفاصل على المشجعين الإيطاليين، ليتوفى العديد منهم بينما كانوا يحاولون الهروب. حرمت الأندية الإنجليزية من المشاركة في البطولات الأوروبية حتى عام 90 مع حرمان ليفربول عاما إضافيا. ورغم العقوبات وقعت مأساة أخرى بعد 4 أعوام، ففي لقاء ليفربول ونوتينغهام فورست في نصف نهائي كأس إنجلترا لقي 96 مشجعا مصرعهم وجرح 766 شخصا، أدخل 300 منهم للمستشفى بعدما أدى التدفق نحو المدرجات لسحق عدد كبير بالسياج المحيط بالملعب. ورغم أن التحقيق أظهر أن الكارثة كانت بسبب السيطرة السيئة على الجمهور وليس الشغب، أصدرت الحكومة البريطانية قانون مشاهدة مباريات كرة القدم الذي أدى إلى قوانين أشد فيما يتعلق بالملاعب والعضوية في اتحاد كرة القدم. Inside the Hillsborough Stadium, workmen have just finished building 10-foot-high fences costing £6,000. These will literally cage in the rival Leeds and Manchester fans at opposite ends of the ground. بعدما تدنت الثقة باتحاد كرة القدم وباتت الملاعب بحاجة ماسة للصيانة وحرمت الأندية المشاركة في المسابقة الأوروبية ووقعت حوادث الموت بشكل منتظم، لم يجد الاتحاد خيارا سوى الإشراف الكامل على الدوري. وبعد جلسات نقاش دامت حتى أوقات متأخرة من الليل وسنوات من التخطيط في مقر الاتحاد، حصلت التطورات على دفعة قوية من خلال توقيع عقد رعاية بقيمة 12 مليون جنيه مع شركة كارلينغ. وفي عام 92 تأسس الدوري الإنجليزي الممتاز الجديد وجلب صفحة جديدة كان يتطلع إليها أليكس فيرغسون ومانشستر يونايتد. في النسخة الأولى من الدوري الممتاز وصل أحد أهم اللاعبين في نهضة مانشستر يونايتد، ففي ديسمبر عام 92 ضم فيرغسون الفرنسي إريك كانتونا من ليدز يونايتد مقابل 1,200,000 جنيه فقط، بعد أن ساهم في إحراز ليدز أول لقب له في الدرجة الأولى. قبل مجيئه عانى مانشستر في إيجاد الشباك، وفي ظل تدني مستوى براين ماكلير ومارك هيوز فقد جاء كانتونا في الوقت المناسب. وبعدما ضم الفريق غاري باليستر ودينيس إيروين وبول إينز وريان جيجز، قدم مانشستر عروضا كبيرة في موسم 92-93 ليتوج بطلا للدوري الممتاز، وهو أول لقب له بالدوري منذ عام 67. وصل الفريق عروضه الجيدة في الموسم التالي، فبمساعدة كانتونا الذي حمل رقم 7 أحرز مانشستر ثنائية الدوري والكأس للمرة الأولى في تاريخه الذي يمتد ل 116 عاما. لكن مانشستر خسر لقبه في الدوري الممتاز في موسم 94-95، ورأى كثيرون أن التراجع على المركز الثاني في الدوري والكأس هو نتيجة لإيقاف كانتونا لثمانية أشهر بسبب هجومه على أحد مشجعي كريستال بالاس.